كثير منا بشهر رمضان المبارك بحاجة لوصفات سريعة وخاصة ست البيت، ولكن وصفات أيضا تكون لذيذة وهينة وأيضا تكون بمكونات متوفرة. خلينا نشوف مطبخ شيف أحمد شو حيقدم لكم خلال شهر رمضان المبارك. أنا الشيف أحمد، تابعوني خلال شهر رمضان المبارك على يوتيوب. بتفوتوا على يوتيوب تكتبوا شيف أحمد أول كوكينج، بتلاقوا كل هيدي الوصفات الطيبة. كل رمضان وأنتم بألف خير.